قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعليق له بعد انسحاب المرشح محرم إنجا قبل 3 أيام من موعد الانتخابات المعلن عنه في 14 من مايو أيار الجاري. وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال تجمع لأنصاره في العاصمة أنقرة إنه شعر بالحزن بعد إعلان إنجا انسحابه متمنيا استمراره في السباق حتى النهاية. وكان إنجا تحت ضغوط كبيرة بسبب الاتهامات بالتسبب في انقسام أصوات المعارضة التي ترى أنها بصدد أكبر فرصة للفوز على رئيس البلاد رجب طيب أردوغان. وقال إنجا في مؤتمر صحفي أعلن انسحابي من الترشح معتبرا أن الصورة المزيفة ذات الطابع الجنسي التي استهدفته كانت من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار. وللحديث أكثر حول مستجدات الملف الانتخابي الساخن في تركيا معنا هنا في الاستوديو الأستاذ طه عودو أوغلو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا أستاذ طه. أبدأ معك، كيف قرأت ظروف انسحاب محرم إنجا من السباق الانتخابي؟ تحت لك في البداية أستاذ جهاد والسادة المشاهدين، يعني هناك تطورات مفاجئة وخاصة فيما يتعلق بانسحاب محرم إنجا، وهذه التطورات تبعناها في تصريحات المسؤولين الأتراك وخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان كما تفضلت وذكرت قبل قليل. ولكن خلال الساعات الأخيرة الماضية صدر هناك بعض الاستطلاعات التي جرت بعد استقالة إنجا، تحدثت عن أن هناك تقدم في أصوات الرئيس رجب طيب أردوغان، وحتى أن المقربين من الرئاسة ومن الحزب العدالة والتنمية خلال الساعات الأخيرة يتحدثون عن أن الفوز سوف يكون كبيرا بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، على الرغم من أن استطلاعات الرأي وأحاديث المعلقين خلال الساعات الأخيرة الماضية تحدثت أن هناك بعض الأصوات أو أصوات إنجا سوف تذهب إلى كماكشتار أغلو. ولكن التصريحات التي أدلى بها محرم إنجا أو البيان الذي أصدره قبل ساعات هو تحدث بشكل كبير ووجه اللوم لجماعة فتح الله جولان وحزب عمل كردستاني وأيضا كما كريشتار أورو، وهي إشارة واضحة بأنه منزعج وأنه يعي تماما بأنها هي كما حصل للسيد دينيس بايكال قبل 10 أعوام في موضوع الكسد يحصل له اليوم من قبل كمال كريشتار أورو. هذه نقطة. نقطة أخرى، تحدثنا خلال يعني المفارقة ما بين المرشحين، أقصد الرئيس رجب طيب أردوغان وهو الأقوى والمرشح والمنافس الأكبر له وهو كمال كليشتار أوغلو، نلاحظ أن هناك استراتيجية واضحة وثابتة لدى الحزب الحاكم وتحالف الجمهور يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان. في المقابل نلاحظ أن هناك حالة من الاهتزازات في صفوف المعارضة، يعني قبل قليل هناك سمعنا استقالات في حزب البلد عدد من انضم منهم إلى حزب العدالة والتنمية. تلاحظ نقطة مهمة، نعم، أن الانضمامات لا يوجد حزب من حزب العدالة ينضم إلى حزب آخر، نعم، الأحزاب من أحزاب البلد وأحزاب الجيد وبعض الأحزاب تنتقل إلى الحزب العدالة والتنمية، وهذه إشارة واضحة بأن التحالف الجمهوري رأسه رجب طيب أردوغان هو سار على نهج يعني مستقيم ونهج استراتيجي فيما يتعلق بالتعامل، وهذا ينبع من يعني النجاحات ومن الخبرة على مدى عقدين على عكس المعارضة التي لاحظنا تسير أو تقف على أرضية مهتزة على الرغم من أنها تجمعت في بوتقة واحدة. نعم. الهدف الأساسي هو كما تعلم إزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان من المشهد التركي. نعم، محطات عديدة حصلت أستاذ طه خلال 3 أيام الماضية ضمن السباق الانتخابي، دعنا نتابعها معك ومعكم أيضا مشاهدينا في هذا العرض الذي يختصر أبرز المحطات الرئيسية خلال 3 أيام الماضية في السباق الانتخابي المحتدم في تركيا. We'll be right back.
أهلا بك مرة أخرى معنا أستاذ طه. لو أردنا الحديث عن التوقعات في ظل ما جرى مع محرم إنجا، هل نتوقع مفاجآت أخرى من هنا إلى الساعة الأولى ليوم الأحد وهو يوم الاقتراع؟ هل نتوقع مفاجآت أخرى؟ يعني تصور، أعتقد هناك مفاجآت كثيرة، وخاصة تنبع وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان عندما وجه انتقادات كبيرة للسيد كمال كليشتار أغلو، وخاصة عندما تحدث عن روسيا وتحدث عن بعض الملفات. أعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه يشي بأنه أمور سوف تحدث خلال الساعات المقبلة. لا ندري ما سوف يحصل، نحن على أعتاب يعني يوم تقريبا من الصمت الانتخابي، ولكن الأمور وخاصة خلال الساعات الأخيرة الماضية كما تابعنا جميعا كانت هناك كلا الطرفين، أقصد الحزب الحاكم حتى لساعات متأخرة في الليل كانت هناك اجتماعات متواصلة ومستمرة، وأيضا لدى حزب الشعب الجمهوري هناك حقيقة يعني إن صح التعبير التوتر هو سيد الموقف. كلا الطرفين يحاول الفوز في هذه الانتخابات. الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يعني لم يخسر أي انتخابات منذ تقريبا عقدين يحاول هذه المرة يعني احتكار يعني الأمور والفوز بهذه الاستباق أو السباق الانتخابي، خاصة في ظل المرة الأولى نلاحظ كما تابعنا أن هناك 6 أحزاب، يعني بمعنى آخر 6 أشخاص ضد شخص واحد، وهذه سوف تكون هي السابقة في تاريخ تركيا. نعم، إلى أي مدى انسحاب محرم إنجا جعل من فرص حسم الانتخابات من الجولة الأولى أكثر قربا في التحليل السياسي؟ يعني حاليا هذه من دون شك، يعني كانت عندما رشح محرم إنجا خلال الفترة الأخيرة الماضية نفسه الجميع تحدث بأن الأمور هي سوف تنتقل إلى الجولة الثانية، ولكن اليوم هناك أيضا حديث عن سنان أوغان وليس له النسبة الكبيرة عن انسحابه، لكن نفى ذلك. ولكن الأمور إلى حتى هذه اللحظة على توقعاتي يعني لن تحسم من الجولة الأولى، على الرغم من يعني هذه الانسحاب محرم إنجا، هي بتوقعاتي سوف تكون هناك جولة أخرى في 28 من الشهر الجاري. نعم، تحدث الرئيس التركي وكذا وزير الداخلية سليمان سويلو عن تسجيلات تمت في أمريكا، تسجيلات تمت هنا، لقاء مع السفراء، تقديم تعهدات من الطاولة السداسية. هل يمكن أن تشهد الساعات القادمة تفصيلا أو كشفا أكثر لما جرى الحديث عنه؟ يعني حسب المعلومات المتوفرة كان هناك داخل الحزب الحاكم من أروقة الحزب الحاكم تتحدث أنها سوف يتم الكشف عنها يوم الخميس بالأمس. نعم. نعم. ولكن يبدو أن هناك قلق ومخاوف بأن تكون لها انعكاسات سلبية. لاحظنا أن التصريحات والردود من قبل كليشتار أوغلو كانت هي سباقة، وهناك حالة من التوتر. أنا بتصوري أعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان وجه رسالة للناخب التركي بأن السيد كمال كليشتار أوغلو، وخاصة الأهم من ذلك وهو اتفاق الذي صار أو حصل مع الأكراد. هناك من يقول يعني قبل قليل إن شافك تحدثت عن أنه وعدهم بحكم ذاتي وإطلاق سراح وبعض الشخصيات، وأيضا فيما يتعلق بتعيين وزير أحد الوزراء من الأكراد. وأعتقد هذه سوف تكون هي الطامة الكبرى بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري، خاصة كما تعلم أن يعني حاليا حزب الجيل عندما انضم لدعم كليشتار أوغلو كانت هناك مشاكل وانسحابات كبيرة في داخل هذا الحزب بسبب تقاربه مع حزب الشعوب الديمقراطية. نعم، في حال خسارة المعارضة أستاذ طه عودي، هل نتوقع التسليم بالسلاسة أم أنك لا تتوقع ذلك؟ يعني أنا أتصور أعتقد أستطيع أن أقول بأن الأمور هي أبعد من الداخل، بمعنى لاحظنا أن هناك وسائل إعلام غربية تحدثت قبل أيام وانتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، صحيفة بريطانية مشهورة تتحدث في خبر الشيء الصحيح الذي ذكرته هو اسم الرئيس رجب طيب أردوغان، وباقي المعلومات كانت مغلوطة، وخاصة فيما يتعلق بفوزه وخسارته. أنا تصوري يعني الأمور لن تهدأ، وأن هناك الكثير المتابع لوسائل الإعلام الغربية يلاحظ بأن شيئا ما سوف يحدث في تركيا خلال الفترة المقبلة، ولا ندري. تقصد أن المعارضة لن تسلم بسهولة في حال خسارة؟ لن تسلم، لأن المعارضة هي مدعومة من جهات خارجية. نعم، لو عدنا إلى محرم إنجا والانسحاب، لماذا برأيك لم يعلن تأييده لهذه الجهة أو تلك؟
يعني محرم إجا إذا تحدثنا عن فيما يتعلق بالبرلمان والانتخابات البرلمانية هو مستمر يعني سوف نعم. يتم التصويت لحزبه، ولكن فيما يتعلق بموضوع الرئاسة أنا تصوري حاليا هو جلس خلال الساعات الأخيرة الماضية للتفاوض وإحراز الصفقة. إذا عدنا إلى محرم إنجا ما هي مشاريعه؟ هو لا يريد الفوز في الرئاسة، هدفه الأساسي هو إزاحة السيد كمال كليشدار أوغلو والعودة والفوز في زعامة حزب الشعب الجمهوري، كما يرغب السيد علي باباجان والسيد أحمد داود أوغلو في المرحلة المقبلة يعون تماما لأنهم لا يستطيعون إزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب الصفات المتوفرة فيه كاريزما والنجاحات، هم يحضرون لما بعد الرئيس أردوغان. نعم كليشدار أوغلو دعا محرم إنجا للانضمام إلى الطاولة السداسية، هل نتوقع مفاجآت أيضا بقبوله الانضمام أم أن موقفه واضح بعدم الانضمام؟ يعني أنا بتصور أعتقد لا أتوقع ذلك إطلاقا، كان بالأمس ودعاه إلى التجمع الذي حصل قبل ساعات في أنقرة، لو حصل أو ذهب كانت ممكن أن نقول بأن اللعبة مكشوفة ما بين الأطراف أقصد المعارضة. نعم كل الشكر لوجودك معنا أستاذ طه عدو أوغلو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية على هذه الإضاءة على الساعات الحاسمة للانتخابات التركية، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة، نلتقيكم في حلقة جديدة، أترككم في أمان الله.